يقول: هل من توجيه للنساء المتبرجات في الحرم؟ نسأل الله أن يهديهن، هن جاءن للحرم لأجل العبادة ولأجل طاعة الله وطلب الأجر، فعليهن أن يلتزمن بالآداب الشرعية والحجاب وعدم الاختلاط مع الرجال إلا للضرورة التي لا دافع لها، ومهما أمكن أنها لا تختلط مع الرجال فهي تحرص على ذلك. ولذلك جعل المسؤولون عن الحرم حواجز للنساء يصلين فيهن وأمكنة للنساء مخصصة، فعليهن أن يقتصرن على مواضعهن المسجد الحرام ويلزمن الحجاب. نعم.